لا ماشي. إذا هذا يتكلم عن آلات إبقاء الإنسان قيد الحياة المتعلقة باللي بيصاب في حادث خطير جدا ويكون في مرحلة الموت ولكن يحافظون عليه بالآلات، يعني لو نزعت الآلات عنه لمات، هذه أجهزة محافظة على الحياة. موت الدماغ هلا البيان هذا وفر عليه سؤال، لأنه كنت على كل حال راح نحكي لأنه في فائدة. كان سؤالي اللي بدي وجهه هو إذا كان المقصود من العمليات هذه لغلبة ظن على رأي الطبيب أنه في احتمال قوي أن تعود الحياة الطبيعية إليه فيجوز، وإلا فلا، والآن الجواب لا. واضح؟ He was going to start with a question saying if it is in the case where the doctor puts the patient on these machines with the understanding that in his judgment it is more probable that this person would come back to normal life, then it would be allowed. But in view of the fact that your question is not for that, it is for somebody who has already arrived at brain death but is just supported by the machine, then the answer is no. ثالث نقل الأعضاء.